أهلا وسهلا أختي ياسطينة، أنت معانا على الهوا. أهلا وسهلا قسيس شاهين، ربي يباركك. وربنا يباركك، ربنا يباركك. أمين، أشكرك على هذه الخدمة اللي أنت بتعمل، خدمة عظيمة. ربنا يباركك، شكرا. أمين. حبيت أسلم على الإخوة اللي بيسمعوني الآن كلهم، وحبيت أشارك في الموضوع اللي أنت طرحته اللي هو التسامح والغفران بمناسبة عيد المحبة أو عيد الحب. حبيت أقول إنه أنا عشت الكثير من الآلام، ولهذا الشيء اللي قلته كثير، عشت اضطهادات طول سنوات إيماني بالمسيح. تقريبا أنا عشت هذا الشيء من الطفولة، أنا حبيت من هذا المنبر أني أنا مسامحة الناس اللي أدوني، كانوا كثير ناس طبعا ومعروفة جنسياتهم ومعروفة دياناتهم، وفي منهم اللي أيضا يدعوا المسيحية، يقولوا عن أنفسهم أنهم مسيحيين، وللأسف الشديد هم أخلاقهم بعيدة كل البعد عن تعاليم السيد المسيح اللي تقول أنه ما لازم تشتم، ما لازم تكذب، ما لازم تكره حتى أعدائك، عدوك اللي هو عدوك ما لازم تكرهه، ما بالك أخوك في الإيمان اللي هو مسيحي مثلك. المهم هذا مش موضوعنا، أنا حبيت أعلن الغفران مثل ما السيد المسيح غفر على الصليب، غفر على الناس اللي أدوه واللي شتموه واللي هانوه، غفر لهم وقال يا رب إنهم لا يعرفون ماذا يفعلون، اغفر لهم. أنا حبيت أغفر للناس اللي أدوني، سواء كانوا مسلمين أو كانوا مسيحيين أو كانوا أيا كانوا، حبيت أقول أني أنا مسامحة الناس اللي أدوني، وأنا مستعدة أساعدهم، مو فقط أسامحهم لا، بل أيضا أساعدهم. الرب يسوع زرع فينا المحبة مش الكره، امين امين اخت. فقط يعني انت اللي اذوكي طبعا بسبب ايمانك بالمسيح يسوع. أنا تأديت مش فقط بسبب إيماني بالمسيح، مش حتى أبالغ وأقول فقط لأني مسيحية، نو، أيضا لأني أنا امرأة في مجتمع إسلامي، والمجتمع الإسلامي معروف بعدوانيته ضد المرأة حتى لو ما كانت مسيحية. السبب الأول أني أنا اعتنقت المسيحية عن قناعة وكنت أبشر بها، وأيضا بصراحة كنت أعتنق الإسلام ليس كرها. يعني ألو وصلت، تسمعني؟ أنا سامعك، سامعك يا أخت يوستينا، أنا سامعك. لكن عاوز قلت لك أقول لك كنت شيء، إنه إلهنا تفضل. إلهنا هو إله التعويض، إله البركة، آمين آمين وكل اللي ظلموك وكل اللي أذوك أنت عم تتصرفي بالشيء الصح، عم تغفري وعم بتسامحي من كل قلبك. وخلي بالك انه انت لما بتغفري من كل قلبك انت نفسك بتتحرري من اي، يعني من اي قيود، من اي سجون، من اي حواجز، بتطلعي من ارض السبي وبتكوني عايشة في حرية يسوع المسيح. وفي نفس الوقت نحاول نلاقي طرق، مش بس نصلي من اجلهم، ولكن نلاقي طريقة انه نساعدهم ونسندهم ايضا. أمين أكيد. أمين. إحنا حتى نساعدهم لازم نعرفهم على هذه الطريقة، حتى نساعدهم لازم نوريهم دينهم، إنهم بصراحة هم لا يعرفوا أي شيء عن الإسلام. هذه هي الطريقة اللي لازم نساعدهم بها، مش كره فيهم لا، بل محبة. هذا ينبؤ من المحبة مش من الكره نهائياً. يعني ربنا يباركك يا أخت يوستينا، وانت في صلواتنا، والرب يستخدمك، الرب يستخدمك والرب آمين آمين يعوضك. في اسم شكرا يسوع كتير المسيح. على المداخلة، شكرا لك، ربنا شكرا يباركك، لكم على ربنا الليل، يباركك. وشكرا للإخوة.